يسعد صباحكم من جديد واهلا وسهلا فيكم بمحطتنا الحواريه الثانيه يلي بدها تكون عن الشعر والادب، وبدنا نحكي فيها عن مهرجان ملتقى القرداحه الثقافي الذي يقام في المركز الثقافي بمدينه جبله. بدنا نرحب مع بعض ونقول صباح الخير لضيوفي الموجودين معنا اليوم. بدنا نقول للشاعر والاستاذ مخلوف مخلوف يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. ايضا بدنا نقول للشاعر الاستاذه فراس حسن اهلا وسهلا فيك، نورتونا لليوم. يسعد صباحكم بالخير واهلا وسهلا فيكم. استاذ مخلوف، خليني بلش يعني بالحديث مع حضرتك استهلاليا، ناخذ فكره عن مهرجان هيدا المهرجان تحديدا والفعاليات ومشاركتكم فيه. بدايه اود ان اتوجه بالتحيه لشاشتكم، شاشه اوغاريت، اداره وفنين ومعدين ومذيعين، و على الدور الذي تقوم به في تغطية هذه الفعاليات الثقافية على مستوى المحافظة، ما يشكل إسهاما في تطوير الحركة الثقافية على مستوى المحافظة ومستوى الساحل عموما. ما يتعلق بمهرجان ملتقى القرداح الثقافي، الحقيقة هو تظاهرة ثقافية شعرية كبيرة، وأنا أعتقد على مستوى المحافظة لم تشهد محافظة اللاذقية مهرجانا بهذا الحجم، بهذا الكم، لأنه يتضمن عمليا في هناك مشاركين حوالي 36 شاعر وشاعرة من مختلف المناطق والمحافظات السورية، ما يعني أن هذا المهرجان أو هذا التواجد الثقافي في جبلة عمليا هو اختزال لسوريا، سوريا تجتمع سوريا في هذا الملتقى، فهناك شعراء من السويداء ومن درعا ومن دمشق ومن حلب وحمص وأيضا من بالتالي هي تظاهرة ثقافية في إطار نشاطات الملتقى، ملتقى القرداحة. أيضا هناك سوف يتخلل المهرجان تكريم بعض الشخصيات الثقافية من المشتغلين بالثقافة في محافظة اللاذقية وبالساحل عموما، المسؤول الثقافي أعتقد في مجموعة من أيضا كان في هناك مسابقة للملتقى، أعلن عن مسابقة سماها المسابقة الشاملة، كان فيها شعر عمودي وتفعيلي ونسر، وأيضا كان في هناك القصة والقصة القصيرة جدا، وهناك فائزين من هؤلاء. أيضا سوف يتم تكريم الفائزين في هذا الملتقى اليوم، سوف تقدم لهم ربما الدروع أو الجوائز أو جوائز مالية ومعنوية بهذا المعنى، ماديا ومعنويا. نعم، وطبعا الملتقى سوف يستمر لمدة 3 أيام، اليوم الافتتاح اليوم الساعة 12، أيضا غدا سوف اليوم الثاني، ثم اليوم يختتم بعد الثالث يوم. جميل جدا. نعم. أستاذ فراس، أكيد حضرتك عندك مشاركة ضمن هذا المهرجان، تحكي لنا أكثر عن مشاركتك. أنا بالمهرجان شاركت كإلقاء شعر، والمسابقة شاركت قصة قصيرة، وكان أني فزت بالمرتبة الأولى بالقصة القصيرة. يعني راح ألقي شعر. تفضل نسمع. لا، بحب أسمعكم القصة. تفضل اللي بتريده. مشاركة اللي بدك إياها أستاذ فراس. شو بيقرا القصة ولا بيقرا شو؟ تفضل. هو لحد الآن شو كان عنوان هي القصة القصيرة؟ عقارب الساعة. هاي القصة اللي فازت بالمهرجان حكينا عنها. هو راح نترك لكم التعليق، يعني تفضل يكون أجمل. يعني بصوته المشبع برائحة البارود، غدا أنا قادم، حصلت على إجازة. أمام المرآة وقفت تتأمل وجهه في انعكاس صورتها، وبدقة من يدخل خيطا في خرم إبرة أخذت تمر بإصبع أحمر الشفاه المضمخ بطعم النبيذ على شفتيها، وبرشاقة راقصة بالي رفعت سراعها ورشقت تحت إبطيها عدة زخات من زجاجة عطر عبئت من مزارع الياسمين ومن أنفاس الزهور في صباح الربيع. غدا أنا قادم. من شرفة الغد كانت تطل عارية على مرآتها تتأمل حضوره في تفاصيل جسدها، تتنفس بكل مساماته تجواله المحموم من العنق حتى القدم. هي الآن شهية كبجع، وعلى موقد الانتظار تحيك بعينيها لحظة اللقاء. هي الآن تجلس على عقربي الساعة، العقارب تدور وهي تدور، العقارب تدور وهي تدور وتدور حتى المساء.
رنة للجوال أوقفت هذا الدوار، لم تكن يدها التي التقطته، لم تكن أذنها التي سمعت، لم يكن صوته. هي الآن تجلس شاحبة أمام المرآة، لم يكن سمة وجهي في انعكاس صورتها. هي الآن بلا شفاء بلا وجه، ومن تحت إبطيها تنبعث رائحة بارود مضمخ بدم زكي، وأبخرة نتنة تنبعث من جثتي عقربي الساعة وجثة انتظار. شكرا جزيلا لك. بس ممكن بس أسألك سؤال عن القصة، أنه دوما نحن يعني تعودنا على النمط أنه النهايات السعيدة. أنت بلشت بداية سعيدة وختمت بصورة أخي هيك. فيني بس هيك يعني يعني دوما وراء كل كتابة قصة في غاية. بشكل عام الأدب يعني بيشمل الحزن والفرح. صحيح. والقصة كانت من وحي الواقع اللي عم يعيشه بلدنا بظروف الحرب الغاشمة والقاسية. عم تحكي عن شهيد. احنا تجنبنا نذكر اسم الشهيد لانه القصة من واقعنا، كتير احداث صارت، ممكن حدا خبر حدا جاي جازي. مفهوم الحب بالحرب كمان مطروق بالقصة، انه نحن شعب لازلنا قادرين على الحب ورغم الحرب ومفهوم الزمن يعني. تعليقا على السؤال، سؤالك انه دائما تنتهي بالفرح والانتصار، بدي اقول لك انه مثل ما قال احدهم انه الرجل الشرقي لا يقبل الا بادوار البطوله، نحن لا نقبل الا ان نكون ابطالا ونهاياتنا سعيده. نعم. ان شاء الله يا رب. اكيد. نحكي اكثر عن مشاركتك استاذ مخلوف ايضا بهذا المهرجان. والله انا انا دائما حاضر بكل المهرجانات تقريبا، انا بشارك يمكن بعشرات المهرجانات. بصمتك اليوم بهذا المهرجان. ما يتعلق بمهرجان ملتقى فرداحة، طبعا هذا أول تجربة للملتقى حقيقة. طبعا نسيت أذكر مدير المهرجان صديقنا الأستاذ عماد مرهج. مشاركتي أنا شعر، أنا الحقيقة أكتب الشعر، وأنا من عشاق القصيدة النثرية. رح نسمع شيء. إيه طبعا، لأن أعتقد أن القصيدة النثرية هي تنتمي إلى زمننا إلى عالمنا، وهذه نقطة خلاف مع أصحاب الشعر، وهي طبعا قضية جدلية الحقيقة مطروحة حاليا بين من نتكلم عن العمودي أو التافلة. فأنا مثلا بالجاهلية وما قبل الجاهلية منذ أن وجد الإنسان العربي كان الشعر كان هو لغة الحياة يعني. صح. كانت لغة الناس هي الشعر، وبالتالي أنا بشوف أنه القصيد العمودي أو الشعر العمودي عموما ينتمي إلى ذاك الزمن، ومع تطور الزمن يفترض أن تطور حتى المفاهيم والثقافات، لأن الثقافة كتعريف هي تراكم معلومات، تراكم معلومات ومعارف يكتسبها المثقف من خلال تجاربه الحياتية اليومية، وأيضا من خلال اطلاعه على نتاجات وطنه، وأيضا نتاجات العالمية من أدباء وفلاسفة كبار. فالثقافة فعل إنساني عالمي وليس فعل محدود. لا شك أن لكل شعب ثقافته ولكل ثقافة خصوصيتها. الثقافة العربية لا شك تختلف، ولكن دائما هناك مساحة مشتركة ما بين كل الثقافات العالمية. لذلك أنا مثلا أنا أستمتع عندما أقرأ لميشيل زيفاغو مثلا أمريكي، أستمتع عندما أقرأ لجنكيز إتماتوف الروسي، أستمتع عندما أقرأ لكتاب عالميين كسو ربما أكثر من الكتاب من المحليين. إذا نعود إلى السؤال، أنا سوف أشارك ربما بنصين أو ثلاث نصوص نثر، وعلى ضوء الوقت والزمن بتعرف الزمن محدود. فينا نسمع شيء أستاذ مخلوف لو سمحت؟ في هناك هذه إحدى القصائد النثرية. نعم. المشارك هاي واحدة رح أشارك فيها أنا بكرة، قصيدة اسمها أورنينا. أحبك ولا أريد الخوض في التفاصيل، فبعض الحب لا يحتمل التحليل أو التأويل أو التأجيل. وإن كنت لا تصدقين وأن لهيب الشك يلفحك بين الحين والحين، اسألي أورنينا الصغيرة فعندها خبر اليقين. وأظن وبعض الظن هنا ليس إثما، أن في محكم تنزيل عينيها ألف دليل ودليل. أحبك ولا أريد الخوض في التفاصيل، بعد قليل
سأرتكب اتصالا مع أنسة المطر، أدعوها لرقصة ماطرة تحت شباك القمر، أذبح ثور نبيذ بابليا، نشرب الفجر صلاة، نفصفص بعض الكلمات في صحن الذكريات، نفصفص بعض الكلمات في صحن الذكريات، ذاتها الكلمات التي اقترفناها ذات احتراق وافتراق. بعد قليل سيواصل الفجر ارتحاله كما هو مرسوما له، ونواصل نحن قضم أظافر الوقت، تقليب صفحات نهارنا كرواية مملة أو نشرة أخبار شرق أوسطية. قبلها تلك المرأة الارتوازية لم يكن للقصيدة هوية أو شهادة ميلاد، مجهولة الأب كانت، وأمها أكلت أسداءها كلاب الممالك المخصية، رجمتها الحجارة الرضية بتهمة ارتكاب معصية البهاء، رجمت حتى خرجت كل الآلهة التي كانت تشاركها العشاء. بعد قليل ستغرب شمس الأصيل، وبما أن معاقرة الحب زندقة وارتكاب القبلة هرطقة، سأتكور على ذاتي كنهد متمارد والتحف، أحلم بصبح مختلف، جنون مختلف، أقدم رشوة لقلبي كي يفكك عقدة زناره ويعترف أحبك، ولا أريد الخوض في التفاصيل، فبعض الحب تقتله التفاصيل. يا عيني يا ليل على القافية، شكرا جزيلا. يعني هي يعني قصة جميلة جدا، يعني كونه دوما نقول عند الدخول في التفاصيل يعني بتبدأ المشاكل في الظهور. وشوف أستاذ لك شغلة، حتى الشعر هناك قصة، الشاعر يعني هناك موضوع بدي أحكي عنه، في حكاية بالموضوع، فهي الحكاية أنت بتعبر عنها باللغة الشعرية جميلة. أنا ما بفهم شلون كيف شعر واحد عم يحكي ممكن يحكي 10 صفحات حكي 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 وبلاغة والبدكة، بس أنت ما بتعرف شو عم يحكي هذا. صح. وبيقول لك إنه هذا. بصير في نوع من الملل يعني. الشعر كتير مهم، يحاكي وجعك، يحاكي ألمك، يحاكي رؤاك، وبالتالي بدي يكون فينك حكاية، لا شك في قصة طبيعية. صح. أكيد. أستاذ فراس، نأخذ من حضرتك تفاصيل أكثر عن باقي المشاركين الموجودين اليوم بهذا المهرجان، مثلا هل هن مخضرمين أو مواهب جديدة؟ كيف عم يتم الاشتراك بهذا المهرجان؟ عندكم صفحة على الفيسبوك أم ماذا؟ هلا الفترة الأخيرة يعني بحكم التواصل الاجتماعي الفيسبوك صار هو الحالة السائدة يعني. تمام. طبعا أكيد نحن بدنا نجاري العصر ونمشي بها الطريق، هيدا صار على حساب الأمور الورقية والقضايا هي، فغالبا هاي الملتقيات بتبلش عبارة عن دعوات صداقة، صديق بدعي صديق إلى آخره. في أسماء مميزة ومظلومة يعني، في أسماء. أنا إذا سمح لي الأستاذ بس بدي أحكي شغلي، هلا هنا كتير ندعي ان هناك ازمه ثقافه. هلا وين التقيت واحد يقول لك عندنا ازمه ثقافه بهذا البلد؟ الحقيقه هناك المثقفين موجودين يعني، والمبدعين موجودين، ما تغيرش، ولكن وين المشكله؟ بالمنابر، لا يوجد منابر، وان وجدت المنابر لا يوجد جمهور يعني متابعين. بالتالي ما حكى الاستاذ فراس، اجى الفيسبوك، عمليا الفيسبوك هو منصة لكل من يريد أن يكتب الشعر ويمارس الشعر، وله حدين يعني، حد إيجابي وحد سلبي يعني، وعلى المتلقي أن يختار، لأنه ما في تنظيم، ما في مين ينخب، وهي مسؤوليتنا كلها أنه نعمل جسر وصل بين الفيسبوك والواقع. يعني ميزة هالملتقيات أنه عم تنقل الأصدقاء الافتراضيين أنه يلتقوا ويتعارفوا ويتبادلوا الخبرات ويقوموا به المهرجانات. ومثل ما حكى الأستاذ مخلوف أنه من كافة أطياف الوطن بهالظروف، هي شيء جميل للقضية. هو الفيسبوك يعني جيد لتبادل المعلومات والتواصل، لكن اعتباره منبر يعني موضوع صحيح؟
شوف شوف لك شغله، طبعا شو منبر يعني؟ طبعا هذا تعبير مجازي. منبر بمعنى انه انا بقدر اوصل صوتي وعلى المتلقي ان يختار. غيرك ممكن ياخذ صوتك. كويس. يعني الشعر اللي انت تنشره ممكن غيرك ياخذ. صير. والله هذا موضوع عم يصير. وبيصير كثير سرقات الأدبية من زمان كانت تصير. عم يصير مش جديد اليوم، بس هون بتصير يعني بإيده للواحد نشر قصيدته غير بصير أسرع. هو الاقتراح الفكرة تحديدا بموضوع الإبداع، إن كان موسيقى أو أدب أو شعر أو أي شيء له علاقة بالإبداع، مفروض يكون في ترخيص للمواقع. أنا ما فكرتك لازم يكون في رخصة بشكل أنه ما حدا يقدر يقتحم او يكون في حمايه. لانه خلينا نحكي، نكون هيك نحكي شوي، حتى في سرقات نبيله يعني عم نسرق من بعض يعني. وانا بقرا قصيده بالعقل الباطن باخذ منها كم كلمه او كم فكره بنزل قصيده. تفضل. شوف كما حكينا من شوي نحن في شيء اسمه يعني المعيار، معايير ضوابط على مستوى المثقف. الحقيقة هو المعيار هو ليس إبهارك بالمعلومات التي يمتلكها. يعني عندك عندك مثقفين كثير على مستوى المثقف عموما مع الشعر، لأن الشعر هو ربما أحد أشكال يبهرك بالمعلومات، ولكن هذا لا يكفي. ينبغي أن 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 نقفز إلى مرحلة أخرى نستطيع فيها التحليل والربط ومن الاستنتاج، كي لا نخرج من دائرة الثقافة إلى دائرة يعني الابتزال وغير ذلك. وحتى نحكي الأشياء نسمي الأشياء بأسمائها. نحن على مستوى المشهد الثقافي بسوريا عموما في هناك طبقة، الحقيقة في مستويين. هناك مستوى هو المسيطر على وسائل الإعلام، معلش سواء كان المكتوب مسموع مقروء إلى آخره، نفس الأسماء نفس العنوان نفس وين ما كان هني موجودين. وهناك أنا برأيي هو الطاقة الفاعلة الحقيقية الإبداعية هي المستوى الآخر، المستوى الآخر الذي لا يرى النور، لم يبقى لديه أي، طبعا ما عم دافع، ولكن لم يبقى لديه أي خيار. ربما جاء النت انترنت عموما والفيسبوك، ربما يعني أوجد ربما حلا مثل تفضل، لكن هناك دائما في ثغرات، دائما في هناك ربما في سلبيات بهذا الموضوع. لكن أنا أعتقد الفيسبوك، لا الفيسبوك حقق الحقيقة إذا بنستخدمه بشكل إيجابي. أنا أتعاطى معه على أنه منجز كبير. يعني لو ما مثلا صفحات فيسبوك ما كان صار في هذا اللقاء. وبعدين الأهم من الشعر، إن كنا دائما نقول باللقاءاتنا الشعرية والمهرجانات كنا نقول دائما الأهم من الشعر هو هذا اللقاء. وعندما تلتقي مع أشخاص أنت بتعرفون على الفيس بس ما شخصيا ما بتعرفون، صحيح افتراضيين طبعا، نلتقي في مركز ثقافي مثلا، ناس من كل المحافظات السورية ومن كل الأرياف السورية، تصير حالة اجتماعية طبعًا جدا طبعًا مهمة ورائعة تماما. وبالتالي أنت عمليا نقلت هاي الزقة الحالية عالم الافتراضي من حالة هيك ما بسميها افتراضي لأن كثير تكررت هاي، يعني من حالة متخيلة إلى حالة معاشة. صديق الكتروني طيب. تماما. فأهمية أكيد. طب للأسف أنا وقتي انتهى. أنا بدي أشكركم جزيل الشكر. اليوم الافتتاح الساعة 12 يمكن المهرجان. نعم. بدي أتمنى لكم كل التوفيق في الشاعر والروائي مخلوف. مخلوف شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، والشاعر فراس حسن شكرا جزيلا، وكل التوفيق بأيام هذا المهرجان. شكرا جزيلا. موفقين يا رب ويسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك.